Alhamdoulilah, il y avait un coupe-circuit. Il est dû à l'électricité, une surcharge avec le hasron d'abord ou les climatiseurs. Il y a un climatiseur qui a déclenché. Il a créé de la fumée. Alhamdoulilah, tout est bien. Il y a 5 ديال les malades. Alhamdoulilah, nous avons pris la masse. ما تقاسوا ما والو كل شيء الحمد لله داز بخير وعلى خير. هو ماشي حقيقي سي ان كوب سيركوي الى دوني دو لا فيمي نورمالمون فير 8:30 8:30 وما كانت 9 الله ولا كان كل شيء بخير وعلى خير والحمد لله اللي الممرضين ساعدونا الحمد لله باش ايفاكيونا لي باسيون خرجناهم الخارج بور ايفيتي ما يكون حتى شي حاجه ولكن الحمد لله ما كاينش الحريق كاينه دو لا فيمي هي اللي اثرت شي شويه وخفنا باش ما تاديش الناس اوني تي اوبليجي باش نخرجوهم لو بلو فيت بوسيبل خارج باش ما يكونوا لا ضحايا لا والو. الحريق اللي كان سي لي اوغي تشوسي فين كاينه فين كاينه لا كولون ديال الضوء تما كاينه والحمد لله كان لو تكنيسيان سور بلاس الى ايتاني افيك ليكستراكتور والحمد لله كل شيء داز بخير. الضوء ما يمكنش لك تيفيتي الحريق ديال الضوء فهمتي يمكن لك البوطاغاز الحمد لله الا درتي المصحه ما كايناش تبقين القراعي ديال الاكسجين ديرينهم هما اللي تيكون فيهم ديلاع الخطر تنديروهم الخارج باش لا تفرقعوا يكونوا بعادين من المصحه وما يديروش هما اللي تيكون فيهم الخطر باش اما الالكتريسيتي ان بورتابل ديال ان باسيون الا كان شاريه ديال الشينوا والا في اون اكسبلوزيون راه ما عندك ما يمكنش لك تمنع واحد المريض باش تقول ليه ما ديرش ان بورتابل فهمت الحمد لله اوكان بليسي ولكن العياده للناس اللي هنا تكلفوا يعني ماشي هربوا ولا شي حاجه كانوا 5 ديال لي مالاد اون ايتي اوبليجي دو لو فير سورتير كانوا على رجليهم الحمد لله وحتى السيد اللي كاين في الانعاش راه الحمد لله راه جاو لي زومبيلونسي وديناه ل 33 دابا بصحه جيده وكل شيء كاين ان اوتر باسيون ديناه للمصحه خاصه صديق ديالنا في كلينيك اطلس حتى هو اللي بغيتو تمشي تشوفو راه بخير وعلى خير الحمد لله.